إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى تيجينا فلنا على الفارم مخصلي kita ko na yan ta he tambilande ado kebunde waga wutu kida ben qaranen no nga hiliyatu sharh hiliyatu talib al ilm lil allama bakr ibn abdullah abu zayd rahmatullah alayh kembre oksi no ko be afin na khara fadal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qala al muallif rahimahullah al thalathun atafaqahu bi takhrij al furu'i ala al usul من وراء الفقه التفقه ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طيب، إذن الشيخ خرس أفن آداب الطالب في حياته العلمية لنكي أدو نقطة بغيري كتو نقطة مهمة جدا، نقطة بغيري كتو دقيق أرفامي يترين أتي التفقه بالتخريج الفروع على الأصول. التفقه بمعنى طلب الفقه، التفقه بمعنى طلب الفقه، بمعنى سريبغا فقه تو امور يوخا فقه ويات فقه امانه غوبيان معنى يقولون كني ويات فقه دغا فقه بخرنا الصلاه الطهاره وهذه الاشياء لا والصحيح ان بمعنى الفقه عام من ذلك فوق غير مقمد. اتي بالتخريج الفروع على الاصول، تخريج الفروع فرع اتوين ديان الفرع بمعنى الفروع الفقهيه ما كانت الجزئيات أصلون قد من نخا أتون قد الأدلة بخو ورقات نظم ورقات من ذاتي الأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. إذن يرى كلمة التخريج كالتخريج كنت سواجا أمانا نقوبين تخريج ما نغرين مثال سواجا fi kurumba be gana bangi fi kurumba be gana bangi kembi kurumba sa sawacha nangile kat usul ni nakite murdan nangile kat ke ato kat usul ni nakite murdan na anay fi kurumba ke hawta ga masail khasun ya kamma ayman dem se fena kamma yo ka kembe ga kitu na sa sawacha ken ga fi kurumba yan ayma khaso ku imrega bima am bangi ki abange ko ki sa sawaga le fa kite mur sa sawacha wana illa kati ay ma khaso ko masail khaso beni gano igad digani be ko ke masala raga tegeni digami ke kam wonati wakin dan takhrij takhrij fa mana ngri khadi awna ta kom masala ta nayla kati lislim qawaid fiqhiya mathalan makina de takhrij ni mana ngri ne ana nyawre nyananti alladhi ya'tamid ala alkitab wa sunnah mubasharatan fi an-nazar بمعنى مسائل بيني غنا واخا ناي كيتم مورنو ان تخبط كي فوتنا كينغا افاينن كات كتاب السنه مباشره انا كيتم بغاندي يو خير تخريج الفروع على الاصول كي كون ساسواتيا فني ان كي ساسواتي فني غان كي اتوغوني تخريج الفروع على الاصول بل كتاب نيمون كتاب كوتور من خا تخريج الفروع على الاصول خو تخريج الفروع على الاصول لزنجان وتخريج الفروع على الاصول التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسناد هذا المفتاح في بناء الفروع على الأصول كم قوة خلنا نقول تلميسان يكون يخا شيخ كان ديجا من قالوا فوبيتا ديجا من كان لوجون تو أصولهم من قال سيرخ التخريج الفروع على الأصول بس أصولهم من التخريج الفروع على الأصول أول النية قواعد الأصول يعني بين قانون نقولندي وقنا نقول وانا كيتنا وانا بغندي كي تجي بغاني تنكي وساكن قد قواعد اصوليه كي فوبلنغا
وغير كي ديكي علا نندو أما أخذ ننتو كم بريك إنسا سواتها معنى خاص يو خير معنى عام كي ورين منيها ورين من ننتي أن شيخ ديكامي قد التفقه بالتخريج الفروع على الأصول بمعنى أننا يتواهم مورون نتواهم مرتواه كيبه مسائل لنا الله جي إلا نكتي لسلي مسائل لنا الله جي إلا نكتي لسلي بمعنى مسألة إنسا سواتها أنتم أم باوي أنتم بدنا مسألة كم من بارا فهم لا كمسألة كون سواج توانو غير مسألة كتاعه من خدري لي كم إنت خدري لي كم كان الحالة بارخ شيخنا عدي قام بقادو كيان هو يقصد أنت الفقه الدقيق بما نحيل الفقه يوم يلون سات قن قدي أنا مسألة إنت عندي جلاندي خنوس شيخنا اللي كيسو بدي قام منه يو خشيخنا قادو فوبي كن يكيبي يدرك مآخذ ومدارك وعلى الأحكام هذا هو الفقه كان فقيه فقيهم بالكيبي أجر مسائل نتانجا هديك أجل هديك أكن خلنا تريندي مسألة كري كم مغارنتكم لذلك الشيخ أنتي من وراء الفقه التفقه الفقه يعني خذر كم مهم به فقه أيكون من حقتني أمان الله لما ما لنا السكيمة فقه من أمينات الفقه العام كم نقول الفقه سواجا تفسير اللون أنه هو وصول اللون أنه هو تواقي سؤال اللون أنه هو لذلك حديث بقات من يريد الله به خير من يريد الله به خيرا كي يفقه في الدين هذا هو فقه الطهارة وفقه الصلاة يعني لا إنما الفقه العام الفقه العام لذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه الفقه تعرف أنه كنه معرفة الإنسان ما له وما عليه بما لا فوفو كيته فوفو سوين كيته يعني كده فو بعند عنده فو بعند قم بعند الناس سطوا سطورين فقهين إذا كبر لذلك أحيانا ين كده ويجون نخونيات أخيرا نع الفقه الأكبر فقه كبر وآخر ين كنا الفقه الأصغر يو خيره أعرف فو بعدين خو أعرف فو عنده فقه مميز بمعنى دين تواخ مميز غير دين تواخ مميز أت من وراء الفقه التفقه التفقه بمعنى طلب الفقه نا ننجر نفقه مور نتواخ مور تواخي مرنا يرغونا أتي ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركه الشرعية معتمل يعني تنقضي من اعتمل اسمه فاعلا من اعتمل بمعنى فقه من كوخ كيبه نقول فقه مور أغنى فقه كده وغاتنا فقه كنية كيبه يعلق الأحكام كيتونا أجي جونجيني بمداركها أي بعللها كيتوكو كريمي كنقص سواه كانوا ثقان توارن جبين يخ ثقان توارا بيجا كيتن ديكريم من دكم مكيم جبوكو بس كانوا سرقين نقص سواه مختصر خلي أرتن قدر يتعرف أنا نتين المسألة سو ما غير مسألة كقوان ده يخ أنا نتدن كم مسألة كون سواه ما ننتج توارن غير كم مسألة غير كيتن يأكلني غير كيتن يأكلني من خص بابونه من خان إلا النوم من خم مقصدين دابتنا ربما كين تدو بس أكين كتان مخبر أكين كون كون بيا كن نقص سواه كين ليس فقيه شيخنا من كوسو كوما خير فقين كنكوها كيبي يعلق الأحكام كيتي سوغار وار كيتي كجنغ من نحكم بمداركها الشرعية شريع النقوة كيتي 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 كيت كريمو يان كيت كريمو كودا ينات كوندان علال موانات دان مقاصر الشريع موانات كوندان مقاصر الشريع فوبدا كوي ننتي تونغو تونغو فقن بتا ننتي نما سايل ننتانغ إنما فقن نيا نمسلن تو أدم مثلاً ينجم أذا جنجي النقم بي أذا لقي النقم بي كيد كريبي يم بكمة علا بكمة مدرك بكمة مأخذ بكمة هذا هو الفقه حقيقة شيخ رحمة الله عليه أفكر فارح حديث اللي حديث بقى كون أنت لا يكفي أن تحفظ لكي تكون فقيها حديث كون أني اللي كان حديث كي أتنظر الله امرأ سمع مقالتي يري ولكن دواني بمعنى فارندوا يمن دانغان انت الله غان ناجيا نو كيبي اغري ديغا مو غادر فاري حديث مو فحفيدا هرتان ووعا حراما انا خط يري تانغان دكي بان موسى ووعا انت ووعا ورد مهم جدا بما الحديث كي تانغا اي اللي حديث كي ما ننتو انفام الحديث كي فام واستطاع حتى يستنبط الاحكام من الحديث كم بل فأداها كما سمع أجر مو موقع به آخر كن كندم أجر مو موقع به آخر حديث كجوا فندي كنال حالا مخوا أم فك فم فبجي كم بل أتفرب حامل فقه
اكثرينو غينو فقه غيون كل النغو اجر تانغا يخليس بفقه خفقه فيه. اذا هنا فرق بين الذي يحفظ الفقه وبين الفقيه. فسكاري ايراني بوغم ياتي فرب حامل فقه ليس فقيه سرينو سواتا ارحديث كتانغا واي منه ادو كلا دو خن خفقه فيه. بس أكيم بانسا سوا تعرف تتابع هذا الحديث كذا سمن الحديث كنو هذا غوغو تني هذا كيتون بعاني الحديث كنو يستنبت من الحديث ما يسافر يخا من الحديث كي أتوقف من السند إلى آخر الحديث أراكم أن تتتتتتت يخا هذا لا يسمى فقيها لا يسمى فقيها. لذلك ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أتوكتني أنني كيبي خا أجر حديث موتو أجر تان أجر ود نقطان أجر لكن كيبي ربما كن يمكن يفق. دكانة دمنا هناك فرق بين حامل الفقه وبين الفقيه. يخشين جم مقصد يعني أنني فقيهين. لا تكون مجرد حامل الفقه. حمل الفقه هذا لابد منه ولكن لا تكتفي بهذا بل كن حامل فقه وفقيه. حامل فقه وفقيه. لذلك ابن عثيمين شرح النقطة لكن من خواتي حتى الفقه ليس العلم. حتى ولا الفقه فقه بيت تواخوك يا تواخك بمعنى أنجب تواخك يا نجيم بق تواخك كيتانك كتاب سُقاط ماتن سُقاط عند سُبتانك ابن عثيمين ده كيف كان يجيم بق تواخك كنيا في الفقه. طيب فقه من خيال ابن عثيمين الفقه من كيف هو إدراك أسرار الشريعة شريعة غندوني نكُنيات يرجعوا غندو بأول فتنة غندوان شريعة نهو سرقات طلا خو سوف كنكون كنكون مغمبي لعندو أنا كنكون شريان نكون كيدي سوغادو كيد كريم ماني كون كيد كريمو إناتي دان أسرار الشريعة إناتي دان أتوان قد مقاصد الشريعة إيكو سوكون تخباني كان أسرار الشريعة مقاصد الشريعة سوم ديغان باني. إذا الشيخ ابن عثيمين تتفقهن كيبي يعرف مقاصد الشريعة يعرف مقاصد الشريعة بس هنا فايسة سوى الشريعة مقاصد نيندر مقاصد نقوها سريبي فقه يعني كينغال سريتن كينغال مثال انسا سواج جمان جالي مقصد ياندابات مقصد كيف اتنان جالي بان إنما مقصد كينا اسلامي نامين مقصد كي بيقال جمان جالي مبالي كينا اسلامي نامين إجامان نامين إسونا صلي دنگرا بانك كينا نفا بيقى نفا نجب جب 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 بيان اسلامي نشم بيان بانغاني فوتان دو فوتان سو بانغان ديني إنا بمانا كيف كنت سواج كي مقصد سواج توانا ب يعرف مقاصد الشريعة أحيانا أرايان مثلا دينغران يوكسا سواج جمان جلنج مدينة هكين حقتي سرولان تني سالي بس كي فوق بين غولون دو فوتان يدو فوتان ما نقلاتي ما بمعنى لوجي نكون نونتا يجنا سالي كي حقت سو جمان جبل لانت كتير يو خد جمان جبل خد كتير يجنا سالي كي بوسي كاتي إنر الدمية سواج عالم بيفهم مقاصد الشريعة يري باصون دي يعني سالك يبوسن كات كي حق فيها كورو شيران غير مقصد بي غير جمانك اللي دو مقصد كي بات بي بات مقصد كي راجا كتير مهم بي يو حما ومين يجنا إنسا سوا دو قلنا لا 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 الصلاة في أول وقتها ونسلم كي حق تسير بيك توي كن كي تسير بيك توي كن كان كي بمعنى مشكلة نحن نحفظ النصوص ولكن لا نرى ما مقاصد النصوص نصوص مقاصد بيجاري باتي كم بيك كم بيك دو ناس جمانك سال لا تون كات حق كي بي جمانك بيلا كات تويني بورتا تمنى مهر كيف حكى الصلاة في أول وقتها بورتا آخر حديثين ياكو يو حكين الحديثين كيكو كيم مل ضائن الحديثين ما رجع إلى ما يسمى بأسرار الشريعة وبمقاصد الشريعة دوت ما خركن أخفى. إذن يو حكين دي مخصوصة سواتا سنتان حكينا رسالة قناتي هي أنو راجعنا كينيا وانا جمعة وانا ليلان وانا جمعة لينك وانا سلسل فنا دماغي كوران سنتان دقولين دونا سمامي وانا جمعة جالي وكن نقصا سواج كبر كينغا اكينغا مقاصد الشريعه انخا مقاصد الشريعه يفن نكارو في السوق انا اصول لي بان فروني باي بس انا فاي الله سبحانه وتعالى غير كوتاك سوغاندي سوغاندي كي مقصد ياندان ما غير كوتاك اگر جماعه كي سوغاندي كي تان غول فيا اوغي كاب مي مخوم بي انا وسلين كوتاك يا وانا الى جماعه كي خا وانا الى جماعه كي خا كي حاول بغانين كوتاك نو خونغا كبر كرا كين يا تلاعب بمقاصد تلاعب بي المقاصد. إذا خرف ما معنى الفقه هو ابن عثيمين قال كم مهم. إذا كما نكون أشمل من معنى بيجا وكم خصصات. بس الفقه مساواة. كلمة فقه هو قال كم مهم به. وكم مخا
خوكم وغا تفسير وغا التعريف المهم به الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه كيف قتل دومن حكي كندو ناو تطهر انا دغار باب الحدود بغا ما كتاب الله كيف فقه اكيد انتوا اذن ها الفقه العام اسسوا لوانو فودالي نو فقه كندو من نفا كندو ملكين بمعنى وين فلان فقيه بمعنى الذي له ملك وقدره على استنباط الاحكام من الادله مباشره كي تلقى يني ديغام نوخو وغات في كوندو كي وندو ملكين ملكو ري منخ بمعنى سرين سرين اتانتون دي توا نوخو اجوفي دينغاو كي تانكي توا كي غا ديرال مخوم بكي تانكي ايم سا سوا تشاي ام راي فاين ني الله ري سمي نغا داغا توا نوخو راي فاين كات ادلان مباشره سمبت يعني كالمجتهد كالمجتهد اذا شيخ بلا ما كي غادو فوبيري اورين خلال لما ma haya tangandana ban ko digam ke suwado ki abati kudo xana katna fam tangande ciyan sheikh nga suko tangande asiyan xalle man nan tangandiya yo xama xep tangande ba angana nga tangandin kha delu mbama delu ko famu ne xama xep zawahir ni mbana la maqasid sheria be gado delu mbati ken ka fam parce que tonon nok nasu sugeri sheria noko nasu ge sheriyan no nas kay len ka fini tumi tangande ba fini kargi tangande ba inat kunda nga ad darwat al khamsa minat al kulliyat al khamsa ya gen kho maqasid al sharia angar nas suwar nas kay len ka kunya ba len man nga hifdhu din hifdhu al nafs hifdhu al aql hifdhu al nasl wa hifdhu al mal bimaana khotti suga sheriyan no imma khotte kanga na fay ailen katti na dina ya tang ailen kat manne ha na dina tang ma kenga da ailen kat manne ha na yonginin tang ma kenga da ailen kat na hakle ya tang ma kenga da ailen kat na haramre ma khunya tanga haramre ma khunga duwen mo khombe ma kenga da ailen kat khalsi ya tang anger hadise suwur anger aye suwur ad bakkeno ادباك ينو بالثقرا ولا ما وصل الى انت كفيني تمي كفيني كارغي ساسوات انغير فور نص نيغن يرجي لهذه الامور الخمسه هنا تكون مقاصد الشريعه بمعنى اخر لما نكون اكوت ومقاصد الشريعه كم بركيت انك انغنا يانغا انغنا نص بيو ساسوات يتصادم مع هذه المقاصد الشريعه كن قلنا نقول تاخر ان فايسري مشكله منو اما مشكله نصكي ماي مشكله نصكي انك غير فاهم مشكله نيا فاهمي مشكله ان يا فامي ما كمبرك انت كيف تتعامل مع كنس سواجا مع تعرضه لهذا المحصل اذا توخم جوف 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 يعني كي لعل حيقول لنا فام حيقول فاول بما المقصود انت كي درجه معينه في العلم درجه معينه في المناهج كذا مقاصد الشريعه اذا شيخ كان ولا الفقيه الذي يدرك مقاصد الشريعه ويعلق الاحكام بمداركها وبمآخذها وبعللها واصل قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث طيب واستخراج المكنون من سره طيب يركب كيف ابن خير ساسوات وقل حديثه كيفه أب حديثه كيفه أتعلم إليك أب حديثه كأنني حديث ذكر هو فيه بيان حديث ذكر بانغان ان الفقه ان تونتو فقه غير كيبي كان الاستنباط استنباط المنها بمعنى نا فايند دليل النحو نا دليل لك ني غوغوت عن طريق القواعد الاصوليه انك تجمعت كان استنباط مشاهدين يا غولن سيرس غولن سيربك جو في توه نقلات لات كان كمان تحت سامو فاين عند تحت دمو فاين إنما يمان أيوم فاين أنا كيتون بغاني نو إنك كنا من على استنباط أتفقان كيا بس كا هذي سكر من هاكو هذي سكر متي عم تفرق بحامل الفقه ليس بفقيه إذا فرق بين الفقه وبين حمل الفقه لذلك ابن خير كان ذات فقيه نيم كان كيبي تونتون كنيا هو الفقه كان كيبي كنيا الاستنباط والاستدراك
في معاني الكلام عدو دجامين معاني يقصد بها العلل بمعنى دجامين صغار دجامين كي تأخصبه بكم عدو علة بكم عدو قنو بكم لكن هذا هو الفقه عن طريق التفهم بمعنى فاهمين بل المقصود حديث اليوم ساسواج حديث اليوم ساسواج أنني حديثك يساسوا حديث باني أنكد تنكرتن يحوط با كيف يكون فقه كنك حديث باني ساسواج أنكد تنكرتن واتي أرأي ما يلين أنكرا رأي سفنا كما مثال ساسواج لعل أبريكات كان هناري كمثال أنه شافع رحمة الله عليه شافع قصة بيغانو قصة معروف جدا أنفا أجد الإمام أحمد بن لعل قرأ جفي شيخ بن عثيمين دري قصة كده يخا شاهد جن من نخا حديث يا أبا عمير ما فعل النغير أروم من توانيا أجا حديث كذا أجا تفسنا كم مجا استنباط دبر توانو تي استنباط من هذا الحديث أكثر من 100 فائدة حديث دبي يا أبا عمير ما فعل النغير فارنجري لمن يبيعه يلين لمن يجمع حاجة سانجان دي قصة مشهور جدا يلين كيكار فارنجي راجع بخ لمن كاتي يا أبا عمير ما فعل النغير إمام شافعي غرباني أجا تاخو أجا أم خن في أفاي سقى أجا سمن كهديسي بان كم فصم بذكر من 100 فائدة إذن أنتم ننتي كيسة سواجة بمعنى هذا يتكلم كلام إمام شافعي هؤلاء كانوا فقهاء كون فقهاء تونتون أما مثل وامثالكم وبينك تنقوكو حامل الحديثين تنقوكو تنقنتا إذن ابن خير كانت في قمولة بكيا في قمولة المنخة الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام عن طريق التفهم بمعنى ديقامين معنى نفهم بلانجري فام حقة بأن استنباط المنخة أن كيتول لغا أن نبغانت تستخرج الأحكام أتو في ضمنه أتو أنا فايلك الدجاني كي خدي حديثك بيان وجوب التفقه أنا كون أنت واجب يعني وأنا فقدت وأنا مورو والبحث على معنى الحديث أرو حديثين قوم ما خبط تنقل نبان وأنا حديثك ما أنا مورو بس حديثك جتي ننتي رب حامل الفقه ننتي يهونو على حديثك تنقل ولكن أجا كتك بكينا كيان حديثك فاهم ناقطي وأنا قوم حديث ما أنا نتوى واستخراج المكنون من سره ادو حديث كيف ما من باو يفال خدي مكنون فمخنت بيغان جلا غوندني نوني بغانتي المقصود الاستنباط فوق دنجي مخم المكنون بمعنى فمخنت بيغان من اسرار جل حديث كيف غوندني نوني بغان خو امام شافعي ابا لك تاخ سواج فارنج ديغام في لي سيكياكو يا ابا عمر ما فعل من غير يا شافعي اگر ديغاو بينك يمكن يكتب في كتاب اني حديث بان توانوا غير كتابين يا سفكم لذلك الرسول عطي جوامع الكلم جوامع الكلم وانا فارين ديغام جو ديغام قسمان دنيا حتى جي توانا خورو انت فارين ديغام نوخو اني سمي نوخو اني كرون كو اني غوغوت كي تي بيني غاو هني بغان كاتي كات خرلم واصل وللشيخين شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى ومن نظر في كتب هذين الامامين سلك به النظر فيها الى التفقه طريقا مستقيما. طيب هنا يريد فبغاخو التفقه فبغاخو الاستنباط ما استنباط نبر بك حديثنا اتي ولي شيخين اتكو خرم مغني في شيخ الاسلام ابن تيميه والتلميذ ابن القيم كيمو في الاثنين دوان ابن تيميه دو ادي خرم لما ابن القيم أتكو في اللي ساسواتها أتي في ذلك القبح المعلى بمعنى كم في اللي ساسواتها إيان تعمل دينك إيان سسوكانك خبارك ما إيان دي تقيم بودرين كتك القبح المعلى كيف كن ساسواتها وانون كيرتني يعني مثالي أكيد أكيد أكون أربين قبل النقل أنت فلان له القبح المعلى يقولني خلال أنت القدح يوحى القدح في بطس القدح كيف مرينيه تقول لي بيانقام مني قدحيا بس القدح ورين منك السهم تمن ساسواج بوندان جوليك بانغا فيتن كيم بوندان جوليا تخون القدح بس كيمره غاني غاني قمار دي بارو ميسير دي برني بوندان جوليو غنات سيناتي ماستول نيرو ديان با كين جوليك انا بوكيتان غان خوانيا غني
أخذنا جنيها تقريبا ينتقم بود درين كده ينافس على القدح المعلى. القدح المعلى كيف يعني كم يعني لو بمعنى مثال كده الحالة كم إذا المقصود بمعنى لهم نصيب الأوثر لهم السبق في ذلك دعامي كورة مكينة أولا نكسر في النساء سوتنا فاين لك كتاب النهو أن ينصر أن أنت يستنبات جب 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 فيلا كم مغفى ابن تيمية ابن القيم أنا أخرك كتاب النهو كوكان أين تفسير كوكان أين حديث تفسير أموت ندكو كو جوجو تندي تقسيم دي حديث كيلو آية كنا خم خرف النف لذلك إن ما نحن بجيب جيب 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 يا بغاندي لذلك توما نظر في كتب هذا الإمام سلمنا فاين كتب إمام في الكتاب لنا سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما بمعنى أنا عنك فاين كو خرم مغني كتاب مبني عنك كتاب مقرنا الكتاب كو ينسبه أن نخص كل تلقين تموت كل لبعة نجوا فان التفقه عنك ينفقه parce que tant que anga fube famani no konke sa sawati ga anna isa sawati ibn taymiyyah ibn qayyim anna ibn taymiyyah diga mbani no konsa sawati allah ifunu no kusina no kitabe kitab banu safa banu no konsa sawati allah ina honi nano ho allah fiqi an nawsul nano ho kesu ta bibana isimbat ga isimbat ndebe no konbo usina di simbat ke wadu fube ra ulum al ala il faut na kunya to ni itqan annaka ni mustanbit il faut usul al fiqanat wa bid diq il faut anna nahuntu wa bidqa il faut anna safuntu wa bidqa yani fofu sugatin ilmu ala il faut anna kuntu wa dangana kuntu wa disukofma de kedange parce que anna ifaye min nasu haqqatin be kususu gonyanyo ku anku susu gamma har gonyanyo ku yani agamma hanga fayin katti aga fayin katti nasu kempalen keda anna simbatni lizalika anna fayin katti ku mashayikhni atron qadi ira sayin sa sadi kitabun sa sawat antin ko haqqatan antin usuliyan حقة النات لغويا حقة النات محدثيا كوفي لي كتاب بمعنى انا اقرا كتاب انه الله دم من كتكارس ابن تيميه الله انت ابن تيميه المحدثين الله انتكم الله انت اصوليا بمعنى هو بمعنى فنون نقص انا دم كت نقصتي سر انت كنت انا هو بمعنى المقصود ان علوم الاله يكون كفمي مخسر وبالتالي برزوا في باب الاستنباط برزوا في باب الاستنباط واصل ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس التفقه أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام في فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل وفصلين. طيب يري أفكر نبزيو كنا ابن تيمية دجا من نهادا كوين عندكم ابن تيمية كيف كان بمعنى كيف كان فقيها فقيه بيجن ليس فقيه بمعنى الفقه الأول إنما فقيه بمعنى وجد تفقه كيرت مخم بقى استنباط بين برني دجا من نهوا كي مسألة أنا مسألة كيرت دي أنا دجا من قاري تكاد قارو مسألة كنا خاطر دجا من بيرو كورا أنا فاي أجا مسائل نعدي أجي دراسة مخم بي أجي دراسة مخم خاصة سيربنا نجي في مرحلة البحث العلمي نقرأ كتوانو دان يواندي ما نغني مسألة بي بحثن انغا مسألة كي تقرير مخمبه يرسا سواتونا سيد اتفق مجلس يوغا للتفقه اتمنها اما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين وغني تاخر في مجلس بي مجلسنا في التفقه في الدين نادينا انتو اخمور والنظر ارون نمباين دي في مدارك الاحكام المشروعة مدارك بمعنى العلل كيتو موسى سواتي كيتو كو سبب بيسيجي كيتن كيت بمعنى كيت سبادو سبب مدن إلا مدن إلا ك قد يظهر لنا أو قد يخفى علينا بمعنى ما أخذ مدن إلا مدن مدرك مدن إذا ابن تيمية يسوع سواتي هو مجلس كبير وفق مجلس تفقه في الدين أدو نمباين بكتي كيتو بيني شيرانغري دنيني كيتو كو تاهو igita sababu ni beni kamma ado gundo bega kitu kuno honga na kun kharag ni baganti taswiran wa taqriran wa ta'silan wa tafsilan ku kalimat ni zubani sudi duramana baro su muhim jidan fil bahth al ilmi ati taswiran mure man bimana min as sura hada sura kebe بمعنى مثلا سواء كتنور المساله كنا مساله كنا الصوره الناهو
سرون ياهون كاني كاتيجارو مثلا نو اما رغات الحكم على شيء فرع ان تصوره الا انت كنت فوكس كما انما تو انغر صورنا اذا انت مسا سوا جانك شيخ من قال ادي بير ما جلي ام دم والله لا انت ادي بير ما جلي انا ادي انسان غار انا ادي جلي خان غار باسكو انا فوا بان اذا قبل ان تحكم على شيء لازم تتصوره كان نفس التصور في جنبي وانا التصوير المساله ما ينسى سوا جنبي تيميه كاتغار المساله كده انا مساله كيف درجه انا التصوير ما غير لابن ما غير بنغن ويحرر محل النزاع كوين كان يقول محل اتفاق وغير محل اتفاق بمعنى يعني شيء غريب جدا في هؤلاء العلماء اذا رجعت الى كتبهم اذا كان مسائل للدراسه اجوان مساله كده انا التصوير لابد 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 تمبل انا انا مساله كده انا تقرير المساله كده بمعنى مساله كده انا سيف مساله كم انا سيف اكيد كم انا سيف اكيد كم بعد التقرير انا للتاصيل انا مساله كتنط اتنطني من نفا بمعنى مساله كده اغتاهم دليل بيني كم انا دليل كسوري دليل من الكتاب دليل من السنه دليل من القياس دليل من النقل دليل من المعقول بمعنى انا ادلني من الكتاب هنا يؤصل المسألة تجارا تأصيل المسألة بمعنى أحيانا إذا أنت تريد كي تسا سواد كي تجار منها أي كي حرام تيان أنقول عندي كي تيان أقول مسألة كما التأصيل لي مسألة التأصيل عند المنها أنت كي تي حرام تياني بس كوغانا إلا كتي ألا كتاب دل من وغوين أنت كي تي حرام تيان فارنت من دل من وغاكوين أنت كي تي حرام تيان بل العلماء عجم ولا تحريم هذا أنفهم بل حتى من المعقول حقل الدوري النار عند التفصيل اللي كان وانا تبدا اسالت المساله يوخ حرام جاي عندك كي تكون تخم تاصيل لبه ام تاصيل لبه اتي والتفصيل تفصيل مره ما خنا فلك نتلا فتم بانش كينغو بيني لا كينغو خار ني فتم بانش انا فاهم ما كان انت كيف ان بنى المساله على الاصول يثني كان قدم التفصيل بمعنى مساله كيم ساسواتي اتاهو يدللك مكان مغوها ما كنا دينا مسألة كي مرجعنا تلام بتم بنش. بس راح يلا مسألة ساسوات ربما حتى أجي كم مدة خبرتي. لكن هو قرر أن تلام بنغان. بمعنى مسألة بعدك إنه خمسة ساسوات. أن فايدة بوجي 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 بيا كتانا. كتانا جاي في المسألة كي. كتانا جاي في المسألة كي. فوقع الكلام في أمر أجر بلوخان ديا. محذوفيا. بمعنى أجا شيخين بقرر المسألة كي نخويا كتانا كي. أجري أديك أنا كي بلوخ. بس كا اما خنوينا مساله كي اكو الي فينا من حقوي وي تاغي تي انا فاي لي كاتيب ني تيميا دو نو كيم كتابونا يو كيلم كوينا كيلم بوتل مونتي ان غان متفقه مخوم بي ديغام كي بغينا غير مثال ان كوين باسكو مثال سوم دانغي ساسوا جيب ني تيميا مساله بانك ساسوا تي اتي اولا النظر في مدارك الاحكام المشروعه تصويرا تقريرا تاصيلا تفصيلا كوي ساسوات مسألة بانك ساسوات أنا سيف أكمل واحد مسألة كذا تلما تنقرج الصفحة أحيانا يعني كتاب أني مسألة بان أنا سيفنا كم مسألة بان أنا سيفنا كم يعني حاول لا شك أن تقوتو الله توافقني أكني مثلا أنا فاي ساسوات ابن تيمية ساسوات الكتاب بيتقون عن العقيدة الواسطية هو كتاب من علي السفاه بمعنى فارين عنكري نقطة نيجراتين فارين كيسكي أتا تخرج بانك أنا كتابي كسر أقول متارك لي هذا. هم كده ما فعلوا أبغى سنة أبغى خاصة في السكينة أو كده تانك. وانا سنة أبغى خرنا كده وانا فاهم. ها؟ أخيرا الواسطية أقصى أقصى مثلا هي. أرتاح تاخر بانيا كم. بما أنك تاخونتا بس عارض أرصفة يدوك. بس واسط بكرتنا. أركيدا كيسف كوني هذا. سلبي لو كتابي كان قوي لين كان سكا ودوك واتاف. أنا كده قصة. أقول دار كوفنا حكيتها في مخرجنا. طيب كم بلاتي فأقوله أفهم مسألة جبان لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مبني على أصل على أصل وفصلين. شوف الآن كيف يدخل. هو غادي نشوف بين خطة البحث الآن شو بين البحث اللي بين ساسوي. أتير ساسوي أت مسألة فأقوله لا قوة إلا بالله هذا وغا مسألة بينه. مبني اتقنتني على اصل ليس لبانك ما دو فصلين هذا فصلين في اللي كينو كتن قال انا اصل اصلك كم انا اصل كي خرج انا فتم بان انا بو انا كينغولي
agana gino na re fasin ko kha kembere ke bage kyan ke dangana itne de kembere safan dalma de fois safan masala bana safan ke mat tan nakte safa tan kar ke safa ma fu gam pun ke nim sa ahyana an kembe ga kharan antella mang yole an ta khatu angana ko agana ko mu ke mustawa ganta ma ke mustawa ganta ma qura taqra fi misl kutub ibn taymiyah an yole diga ni sunti antella ke tanje an ta khatu angana ko bi an ta khatu angana masala bi parce que kemma sa anga masala ke bi kharan no ho كتنجا جف المسألة كي ما الله مسائل اللي تم تاني خرج دابات، فسأكون مسائل مرتبطة بنفس المسألة، مرتبطة بنفس المسألة. لذلك ابن تيمية كتاب يقولني لا ينصح ننتخر لما نكون قرأ إلا اللهم أنا جف مرحلة معينة في العلم. أكيد الواسطة مشكلة كنا كان يمكن يكون مقرر في الثانوية خر لما الله كان قرأ. يوحى كتابه بين جاهو أتوه من هاج السنة كتابه بين جاهو درء التعارض العقل والنقل كنت وأنا خروج من على نقيم يولينا. توانا خروج من عرانه يولنا كتابك درء التعارض بين النقل والعقل كتابك مجلد نتمد باني على صفة ردا على دجامباني رازينجركو دجامباني رازينجركو دجامك من نخا أتحقلن دون نقل إجنامي أوري جيد إجنامي سوخا ونحقلن عند النقل كم معا بس الحقلن لسه كدجامباني ابن تيمية كتب 11 مجلد في الرد عليه 11 مجلد كتابك في مكتبك هو خرج فايل انا نرى له انا صف باري فانزو ام مستوى انجري انا مجرب ها نقل بما انا فوق سبت كتاب السنه المهم مثال انت بما علمتنا تقوم شيخ بكر ابو زيد الشيخ بكر ابو زيد من العلماء الذين تأثروا تأثيرا بليغا من هذين العالمين خاصة ابن عثيمين ابن القيم ابن القيم ساسواته ابن كي بكر أبو زيد كي هو كتابه قومي ابن القيم كتابه رأس سواخرة أقدوته أري الناس فحرسة كتابه كيف في مكتبه كاتبه إن تقريب علوم ابن القيم بمعنى تقوى ابن القيم يصف تقوى كما كتابه انا سوري اسف كما كتابي كسف فلان اسف كما كتابي كسف فلان اسف توكل كما كتابي انا سوري بما اساسا وتانكي موت كخره لما باحث انا لفي متيميا ديغام باين في التقوى يلكتي بكر بن ابي زيد كتابي كاجن تقريب علوم ابن القيم ان التقوى كفايتها انا تندى اسف كما في زاد المعاد اسف كما في بدائع الفوائد اسف كما في اطعن في الفوائد اسف كما في كذا وفي كذا وفي كذا في اعلام المواقين وهكذا بمعنى المقصود نانتي كو غن توانو بيني بكر ساسا توارف ابانغو كي كي خاسا توارف طيب نواصل ام حليله ها واعلم اخذك الله ها يا فاطمه رحمه الله عليك وعلم أرشدك الله أن بين يدي التفكر فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى تحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون طيب يري بكر بزاريكة فوتا خاقان ديمانا أنغيان أنغاج يفن فقه مهم كنما نها التفكر سمين أدو التخصي أنغر فبخر منا ينغى سمينا نخونا بمعنى مخنا هو غير كما ما حنيا تانغي ما انغا انا با انغير فوبي تانغ تاندي تانغ اندا وي غيلاندا وخ لا il faut حق تننتا خوان نتشيمي parce que Allah subhanahu wa ta'ala imro nyaabe dananti wonta honan bay indi kam mundu nyonan chimme parce que simme nga an toa hum poge be nya khilin katam idan simme ke wara ki martaba min maratibi at talab toa hum mure nga ibn usaymin tiati martaba nis nakhtiyan dan ngana toa hum mure martaba fana atal ilm an toa hum mure أنا حديثي يوكيت ساسوات ثانيا الفهم أن حديثي كان فهم في اللانيان جين مرتبة في اللانيان جين ثالثا مرتبة سيكان التفكر فنبال لأن حديثي كان التنغ
عندما نبام أن ركيت أن جنت تاهون أن قسم من حديثك سمي يعني كنجر أن قت تقسم من أنت فارن غير كيكو كيورن من نها إسك ورا كيكيتة بك كيكيتة نهونا إسك فارن كديجا من أنت كونو إن أنت وغنا كقولة دبري باسون كقولة بورتا فارن صلى الله عليه وسلم غير كقولة فاركو أركو يبو نيران إسك يهر اللون أنا نهونا أركو لمن نيران إسك حقلان تلون أنا نهونا ما حقلان تدرون أنا نهونا هذا هو التفكر هذا هو التفكر كم بركت أنك نختنين من نخ التفقه كسي كيف اللي أنك دعنا نجوف تفقه كده دعنا لا قسم باتين ده ده بخرفة إذن كفين نختي ساسوس لا بد منهم يخ لذلك الشيخ أنت أتي إعلام أرشدك الله دوان عندنا أن بين يدي التفقه أتي تفقه كده يجد خلال ما نفر أننا متفقهين كن جم من خلنا التفكر تفكر ينون قتانا الله المتفقه إلا إذا كنت تتفكر إلا إذا كنت تتفكر نعتقد أن لذلك الله سبحانه وتعالى أريكم من كريا آيام بوكي بنا ننتي إنا نجري إنا نيونكي إنا إحاق للغين يلان إنا نبايل دي فايل دي نبو جبن نخونا في ملكوت السماوات والأرض الله غير كوافي بدبر نيه كدو نيه كمو كدو نيه كي ساسواج خنا نبايل دي خفايل دي خنا حاق للغين خنا يلان كمو كدو نيه كنا خنا خارو كيتي بيغا باكيتم بوكيب يان اي كيفون كون كيتو نو اون نانتي ك كامودو كيني فوفو سوران تاغنا في الله سبحانه وتعالى اغري تا خامي تاك سانغيران اذا كي تفكر بي قران نو خونا افلا يتفكرون افلا يعقلون ات كي تفكر سا سواج خرا لمن كي كبتو ما فوم بالي غاد عند الحديث ينقرا من اي ينقرا الا اي كي مانوت اموسيري من اي لي تاكون اي كي دو حديث كي مانا كامنا anga simmene hadisi ke mana ke kam na to da na sigen anga simmene kam sa sawan fo geb fulak geb ya winanda lizalika sheikh ngati yati wa ila an yum'ina al mar'u an nadhara fi nafsihi adu an yumjate an nam pai di fay nem bo khote katanyum jate wa fi anfusikum afala tubsirun bima hatta hadama men yumjate ngana fay di katan jate ke anyum jate ke an dillem ko gib yakinna anke ni maharib le magillanga manu hoke annal lannan chari annal lannan ko manga jefen ke dinga ko sasawa lesh ma tatafakkar fi nafsika anke sasawa janga ke fufi be sasawa ko ta ban wat lama ganan lak sasawa cha ina daga ndini oxygen de fodan sasawa cha anga fu anna million intu idan lesh anga simenanti gillinan chara do shina hake mba fufi na gorba ni ma tukan ما السبب؟ بمعنى فين بو جيب يعني حد من عندنا بتاع هيم ده أيم ده؟ أجانا سمة يوم دماغها أجا كوي ننتي تكان دنياني كن تكان ده خام مريني كم؟ إم خوي نبغا مريان خاروكم كامل. بس كن نبغا تكان ده كم مريان ده مرتين ده أخويا مرتين ده أخوي سريدي كمان نها. أنت سريان سريدي كمان نها. أم أنا الأربع كن عندنا أني أخن تنت فو. أنغا فاين أنغا تانيا خبكيدات أمعنا النظر إناتي أمعنا النظر في كذا لذلك أتي أن يمعن المرء النظر في نفسه كتيم أرو أنكارونك أرو أنكارونك أتان كم وردي كم قول ليس سواتي كتفكر كن سواتي يكون فتحا للقوة العقلية حقليك باللاغ الروحان مرمي اللاغ حقليك روحان مرمي باتران كباري في حقليك خور 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 يعني يخط قواتا يوني حقليك ورارا خنق ad golinte yo xani haqale ngolli ku be ni ga haqale ngolli ni xadduna dum tuwa ko nya nya nga sa sa do gatin tuwa woni tuwa woni tuwa mum fosu do fosu be tuwa wonu kiran simmen ba amma simmano banu ga be ni ga wonu xon sa sa waje tuwa woni nesim xogna fayni katia to xexanta jobni sa sa waja kun cha fandi ndu fota ni ndu fota ni tuwa woni lesim man ni fosu fe huwa kanu yatafakkaru كان يتفكر اذا خرل لما مخويا خرل لما بما رافين كنت يا ينكو اذا كنت لا غا جيسو لا خرل لما نخويا خرل لما انغا سيمنا بس سيمنا ين سبو ساسواتي حق لك اي ساسواتي سيمنا حق لك يو خنا حق لك ون يلا مصرعه بما فلق ون فلق من ني بامبا مصرعه جولن كنيا فتح الابواب على مصرعه ن فلق من بامبا بمعنى حق لك ان فلقوا ني بامبا سمي سوغا حق لك ان كاتين غولين دي كلات ني ني ابر من نيا سري انغا سمينه باسكو حق لك يا خا بمعنى
قلنا بوين أنا غير ورتاح هنا يوحنا قلنا تي أنا قلنا تتفكر فيه جيد أحيانا من سذا حتى حد دروسه يكون ساسا واش أحيانا بالتجربة اختبار ساسا واش سؤال يقرأ ساسا واش أنا سؤال كه كم حمد ما خرجين خو حتى خاصة إجتماعنا يكون ساسا واش يوحى تأخذنا نجمع أنا سمي ولا ربما نجمع الله يفرجني أرأي أنا عندك أتى نعك كبير تام بس أنك كبير تاني فكر فيه بس ما في أي إشكال سؤالي أنا القرآن يقول الله قريان كان سري أنا قل سؤالي تكون تسمع كم ما قدروني ما قدروني إلا أما خان ورقة جوان مكا ما درسنا هذا هذا ليس في المقرر على أي أساس ليس في المقرر ها بس كانوا تو أحيانا خرب لما خرب مخو خرب مخه سقاطه خرب مخه بي أقوتن تجن تو خرمون دنو لازم دائما وابدا أجا سؤالي بين سخدين سؤال بارنا ينونا للمتميز خرم مخي بيجا قول لهم بامو أنتو الدنيا نه بليدين دو متميز سوكا يكون درجة لا مستحيل إذن طيب نمو الخصوصان دانجي نسوال يقول نريتي السوكيك أسورا إجابة خصوصان دانجي يخال متميز لا يتميز كيف يتميز كم يسوال يقول نمو متميز يتميز فيه برسا كاكين غاني حق لهم قول لهم كيف أنت حق لهم قول لهم أي أغاتي مرونا مخنمي ومرسوس نتن نخو كنا أتينا ما درسنا نبو لذلك أن الطالب يقول يسا سواك دو سؤال باني حقتي كي يمنعنا ورقة مبوسي ويتحصل يخا طالب يقول يمكن جدا جيبان أي مخدورون أتينا أي مخدورون إذا المقصود أنت كي نقطة مهمة جدا لذلك شيخ ابن عثيمين يركون سا سواك فكر شافين قصة كريتير أتشافين لك إمام أحمد هذا جوريا حكتك تلا جوري وشوت من فكوخ الشافعي الإمام الشافعي أخرى لي من إمام أحمد إمام أحمد دي كادون كون غنا سفارو من دي أخو أن شافين كباري أخو يونا توانا خوري توانا بيكين شافين قصيرين بكوتنا تواهو كوتا يوغ شافين لغا شافين لغا أدغا جوري أغرق إمام شافين جوري أغرق إمام أحمد جوري أكوتان عيما محمد قريعان ده بكني، قريعان ده كي يعما غا خلّي كلا بانين ثل، شافين، أرفيني سكي على بير، يعان ده كي قريعا أرخلّي كلا بان ثل ما غا، أرلا بان ده تفوفو سمتوخه، يو كندي خرال فروكو كادوغو كندي لسيم فينا خايم إمسف، ورومو رخادي، إلا وال جللا نانشوخ ما فجري أمغري. كنو كل سيم كم وشافين تورد تجلين بما في ذلك الوقت سرنا تورد تجلين سربنا خطوه على خور كنز بما حقلن تورد نهائيا كيف في بغير الاسم وشوفوا كل سيم كن انا داي ورد تجلين ايت امروسا امسال ورو كم ما تمسال فبغير تلا الاسم خدي اغات الفجر كي خاص الامسال دري طيب اغات الفجر كي سالي أم سنجريين إذا أنا كوفين السكي وردي شافين عن تنو شافين كبر شافين عن تي كادو كويا هون حقد به إتفا بين دان إتما محمد دان أنت عن كشافي بخيبان كونغ كودان كشافي كون سا سواجا أي أتاقي يا خل رسولنا أخا حديث أنت يا بحسب عمر بن ال بما ناسير أنت لقمة تا عن عاد دفين المغرب خم من النخن كين جفقة كن دو حديث نمسو فيلان شافين مو يخنقنا ما يلنا كره وكما ورا غوردي تشالي باسكو خان اوت كبر غاني سبحان الله ان خرل مون الله يغا دو خرم مخم باتي غا كروسين فوفو خرو راي غوردي تشالي ما دوردي تشالي لذلك يانا ترجمه نتفان اتسكاني غادي اغات سفجري غسالي امسال دريغي امام احمد كان تنانتي شافينغر فوس دي بهار دي فوا كم اتي خطا ميدو خبر يقين غري فغم ادغا امام نتفان اتي امام دناتي atke ko da kun sa tawara murangi anyigi amangal no kompak manga kholel la badit shafin danga ati parce que imam ahmed yigandi yani itna halal yani ken ci yige migi no kompak ken qaban khafe shiram makab haqqati wanna yige man no kom fu tep at parce que adelleng sa sawajati faringer khatin kini abu hurayra misrin no hakisan tu indian abu hurayra minar min faringat fukke fi malaki no ko abu hurayra dat wallahi fari furat ke fi no ko fu tep idan abu hurayra قصه ابو هريره موجود كانو خبانغي طيب اتانو وروكي خام ما نانغا ساقا اتي وروكي ايروكي ما نايغا سيمني كي حديثا كما يا ابو عمر
ما فعل النغير انا خن غورو كيمو الغورو كيمو يا قاسم من حديث جدا توانو دي سمبت اكثر من 100 فائده من هذا الحديث قربان جنو اتي تم سلجي اتي يغير سلف يغير صفه سلجي سلجي كيبي هيا فدي مخي ما خلي غنجي بونو دي رك سلجي كاني كبر الاسمي الاسمي كيسو كيرنا يا خوكو شاهد كندو من نخا كندو من نخا التفكر يري شايفين بقى سقا كتاب انت مفوس بحديث بانك حديث كيبي وسوغا تنغال لمنا ميسج سوغا تنغانا يو هكي حديث غير فائده بيبي فائده كي كيبي انا اللي كات كتب حديث نو فائده نو كوكو فائده نو كوجيمه اي كيفن فائده نو يا ابا عمر لمنا نكون يلي ما كون ينسى سام حتى جي مسرين ما ما غني رمي كان ما خبس كابا عمر لمنا لما نرمي دم خر انفا aro nan changale min ndanga bi mana fayda tiji min ngir fayda be bege hadisi kono diga be sundo man nekh nanti hada al imam jalas yatafakkar fi hadith wahid tara atqon qad bi mana hatta khara al muku hadith bi ni ngi khara hatta khana ta khani kam khana ta khana khani taqsi an fayda bo gebe kitani muhsin lizalika ahyana ya khara insha kaf madat insha khasuitu wa shaykhin ya shaykh al insha bo serebe gam kotan simna an kotan insha kaf serebe ngam ko tan simmen ayan ko tan insha jafa amma serebe ngam aganti haqqalen gollini simme ken kama nga tan insha jafta aga fini be ni tutan dangi satr sala satasturu khalas intaha amma hada alladhi yufakkir kathiran bal tafkir be serenga nga haqqalen gollan ga simmen haqqatini na angar ke be su sim Allah do safan tahtaj ila talkhis tahtaj ila madha ila talkhis idan kembra raayu li taayu be ni ga ho tafakkuru no ho wana wurfol ma way feke ma way bab ke timmande bara zalika ti wa alayhi ha ala ra timmane ha hadi timmane ya ga timmane ke wana ko sikitaba ha tay bonji kun kembre khumre wana jopu wa alayhi khumre tay idan wonji gar insha Allah هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.